السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بعيد شوية كده، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. الفيديو النهاردة اعتبروه عتاب، ومش هأدرجه في أي قائمة، خليه كده في القناة برا كده، مش هخش مش هحطه في أي قائمة، اعتبروه عتاب. عتاب لإخواتي العرب هنا في الفلبين، المقيمين هنا في الفلبين، عتاب ليهم. ومش كل العرب، في ناس هنا محترمة جدا، وفي ناس هنا تتقدر وتتشال على الراس، وفي ناس زي ما نقول كده بتتحط على الجرح يبرد، وفي ناس عايز يعني مش عايز أقول كلمة غير كلمة تانية، بس إيه، يتعامل معها السليمة. الناس اللي هي بتيجي هنا وبتاكل من خير البلد، وكان جاي ما حلتوش حاجة داخل الفلبين، ما حلتوش لا ابيض ولا اسود ولا حلته اي شيء، واشتغل في قطاع معين برضو مش عايز اذكره، تمام، اشتغل في قطاع معين وربنا اكرمه، تمام، وبقى بيحصل بالالافات، بل بالعكس بيحصل بالملايين، وبعد كده يقول لك الفلبين بلد كذا وكذا 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 بأقذر وأقزع الألفاظ، اللي هو بقاله 15 سنة 20 سنة بيلم من خير البلد وبيحط في جيبه، أو بيلم من خير البلد وعنده ممتلكات في البلد من خيره، من خير البلد، أو بنى أو عمر في بلده هو من خير البلد دي، تمام. هو بقول لك ده بمجهودي، تمام. انا واحد من ضمن الناس، اشتغلت في الكويت، وقعدتي هنا ومعرفتي بمراتي، وربنا رزقني بادم ابني ورزقني بكل شيء، حتى الموبايل اللي انا بصور بيه، حتى الجيمبل اللي انا بصور بيه، حتى الستاند اللي واقف عليه الموبايل، فهو من عرقي ومجهودي من خير الكويت، فهو من عرقي ومجهودي من خير الكويت، بلد في يوم من الايام احتضنتني وحطتني عندها وطبطبت عليا وقالت لي خد واقعد. فعمري ما انكر جميل الكويت ابدا عليا، لكن اللي انا بعترض عليه واللي انا بتكلم عليه، تمام، في الاشخاص مش في البلد، بعض تصرفات الناس اللي موجودين في الكويت، تمام، مش سليمه، وده اللي بيصدر شكل وحش عن الكويت. فاللي انا بعترض فيه بعض الاشخاص، لكن كدولة الكويت عمري ما ابدا انكر خير الكويت علي، ايا كان هو بشغلي وبمجهودي، تمام، بس في يوم من الايام البلد دي احتضنتني وحطتني عندها وقالت لي تعالى اشتغل. وللعلم والدراية، بس كفيلي كان سعودي ما كانش كويتي، كفيلي انا كان سعودي ما كانش كويتي، صاحب العمل اللي انا كنت شغال عنده كان سعودي، وعلى راسي من فوق اخواتنا السعوديين. الراجل اللي انا كنت شغال معاه حتى وقتنا هذا، ورغم تركي للكويت بقالي سنة، الا اني حتى وقتنا هذا وحتى وقت تسجيل الفيديو ده ما زلت بكلم الراجل، لا ليا مصلحة معاه ولا ليا، لا بيبعت لي فلوس ولا بجامله ولا بدهنله ولا بطبله، تمام. راجل بلغ من العمر، ربنا يعطيه الصحة يا رب ويزيده عمر كمان، راجل كان بالنسبة لي بعتبره أبويا، تمام، وما زلت بعتبره أبويا وربنا يديله الصحة. بفرح لما بسمع، يعني بسمع صوته لما بيجي يبعت لي واتساب والكلام ده، أقسم بالله أنا بفرح لما بسمع كلامه وهو بيكلمني. تخيلوا انا واحد بعيد بينه وبينه 8000 كيلو، وبفرح لما باجي اسمع كلامه، بسمع بس. عشرتي معاه 10 سنين او 9 سنين، يعني انا مش عارف اقول لكم شعوري وقلبي دلوقتي عامل ازاي. يعني انا رغم ان انا سبت الكويت، لكن انا حتى وقتنا هذا بشتاق للراجل دوت، ان انا اقعد معاه واسمع. راجل كبير ويعني بحب جدا ان انا اسمع ليه، وده صدر لي حاجة عن السعوديين، تمام، اخواتي وحبايبي السعوديين،
لكن برضو عندهم سلبيات في بعض الناس اللي بتصدر عام ان السعوديين وحشين. فالحسنة تخص والسيئة عم. الناس السيئة دي ياريت صلحوا من معتقداتكم وتفكيركم عشان ما تصدروش لعام البلد ان هي سيئة. واحد بيضرب كذا، واحد بيعذب كذا، واحد بيعمل كذا، بتتصدر على ان السعودية كلها، السعودية كلها كده. وكذلك برضو في الكويت، واحد بيضرب العاملة المنزلية عنده، واحد بيضرب عامل عنده بتاع، وبيضربه بوحشية. فنفس الطريقة تمام بيتعم عن الكويت كلها او على الخليج عامة ان هو كده. لكن هو فرد او فردين او ثلاثة او اربعة او عشرة او خمسين، تمام، ما يعتدش بدولة فيها اكتر من مليون وتلتمائة الف، مليون وربعمائة الف، او دولة زي السعودية فيها عشرين مليون. يعني ما لو عشرين فرد، خمسين فرد، الف فرد، لو مليون فرد بيعمل الحركة دي، تمام، لا يحتسب ل يعني لعشرين مليون. يعني ما نقدرش نقول ان العشرين مليون كده، دول ناس قليلين. فانا عتابي للعرب اللي هنا، اللي ربنا اكرمهم وربنا اعطاهم، وكان جاي منهم كان جاي ما حلتوش حاجة، وفي كان جاي معاه فلوس وربنا اكرمه بزيادة، تمام، ويقول لك البلد دي ملهاش خير عليا، ده انا اللي انا اللي ليا خير عليهم. طالما البلد احتضنتك وحطتك عندها وطبطبت عليك وقالت لك اقعد، تمام، اقعد، خد بالك ان في بلد تقبلك وفي بلد ما تقبلكش. انت معاك 20 مليون، معاك 20 مليون، معاك 50 مليون، تمام، روح لامريكا. معاك 50 مليون، روح لاستراليا، تمام. هتترفض لشيئين، اول شيء لو كنت مسلم هتترفض، تاني شيء مجرد ان انت شرطة اوسط هيقول لك بقى هات لي بيانات كذا وبيانات كذا وبيانات كذا وبيانات كذا ومش عارف ايه، وخش في القرعه وتاخد لك سنتين ثلاثه. لكن بلد زي ديت ما بقى، فبتعمل لك اقامه مستثمر وبتعمل لك ده وتقول لك اقعد. بقول لك لا، اصل هم عايزين يستحلبوا فلوسنا. يا حبيبي هو مش برضو مش محتاج فلوسك. يعني لو كان مستثمر صيني او مستثمر هندي، تمام، او مستثمر ياباني، هو بيحط اكتر منك 20 مره. انت هتيجي تستثمر في كام؟ في 20 مليون، 50 مليون؟ في غيرك بيستثمر في مليارات هنا، صينيين، كوريين، تمام. فما بتفتكرش المبلغ اللي انت جاي بيه. واحد من ضمن الناس يقول لي انا خيري على الفلبينيين، ودي انا سمعتها بودني، يقول لي انا خيري على الفلبينيين، احنا اللي بنشغلهم، احنا اللي بنديهم فلوس. فاجي اقول له طيب انت بتدي له فلوس بناء عن ايه حضرتك؟ يقول لي عشان يعني يشتغل معايا. قلت له يعني فلوس مقابل عمل، يعني انت بتديلوش فلوس ببلاش، انت بتديله فلوس مقابل عمل. ما بتكونش قاعد هو في البيت، تمام، وحضرتك تبعت له فلوس، يعني خيرك عليه. فالكلام لما اجي اتكلم معاه ناس، يعني اتكلم معاهم الكلام دوت، يقول لي هم مش لاقيين ياكلوا اساسا. حبيب قلبي هو بيشتغل بيك، من غيرك هيشتغل؟ لو طلع بره هي من الدولة ديت، يا جماعة الخير يا طيبين، الدولة دي والفلبين والشعب الفلبيني والعمالة الفلبينية مطلوبة في دول أوروبا أكتر من أي دولة عربية عندكم. يعني أنتوا إذا كنتوا متخيلين أن تعداد اللي موجودين في الخليج وفي الدول العربية كلها، من مشرقها لمغربها، من موريتانيا لقطر، من محيط للخليج زي ما بيقولوا، عدد الفلبينيين كلهم لا يتعدوا 3 مليون. لكن عايزين تشوفوهم بقى في امريكا واوروبا قد ايه؟ امريكا بس واوروبا عارفين قد ايه؟ شو احنا بنتكلم في الدول العربية كلها، تمام، 3 مليون. عدد المغتربين كلهم على بعضهم 13 مليون. الفلبينيين 13 مليون. فعدد المغتربين كلهم 3 مليون. 4 مليون يا سيدي. اللي موجودين في اوروبا وامريكا، تمام، يعني 10 مليون. هم الباقي. واستراليا وهونغ كونغ وكوريا اليابان، فهم مطلوبين في الدول دي اكتر مننا. واللي بيمشي من اي دولة من عندنا من دولنا العربية، تمام، بيروح كوريا، بيروح اليابان، وساعات بيقعد يستقر، فهو مش محتاج. فما تجيش تقول انا خيري على البلد.
لا البلد هي اللي طبطبت عليك وقعدتك تمام وديت لك فيزا بأقل شأن، عايز تجرب روح دولة من الدول العربية بتاعتنا وروح اعمل فيزا مستثمر وشوف هتكلف كام. هنا فيزا المستثمر يعني ثمنها لا يعادل أي دولة من دولنا العربية، ده لو في مصر يا سيدي، اعمل فيزا مستثمر وشوف هتكلف كام. يعني اللي انت هتدفعه هنا، اللي انت هتدفعه في دولنا العربية تمام في مصر مش هيجي ربع اللي هنا. فيعني الموضوع عتاب، ما تتمناش او تقول انا بعمل للبلد شيء، تمام البلد هي اللي بتقول لك تعالى واقعد. يا رب اكون يعني وصلت معلومتي للناس، ويا رب الناس تكون يعني يفيدها بشيء. وطبعا صرصور الحقل ابتدى يشتغل فانا لازم اهرب. يا رب اكون افدتكم، ويا ريت تزورونا على موقعنا الفلبين بالعربي وعلى انستجرام وتويتر وفيسبوك بنفس الاسم الفلبين بالعربي، ولنا منصه جديده على اونلاين باسم الفلبين بالعربي. شكر لكم جدا المشاهده، ويا ريت تعملوا لنا تدعمونا في القناه وتعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير، تعملوا لنا شير ها شير. و يا رب تكون استمتعتوا بالفيديو، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.